أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن عداوتنا لليهود والنصارى ليست عداوة دينية؟ مش هي العداوة، ليش عداوتنا لليهود والنصارى عداوة دينية؟ لأنهم أعداء الله، فنعاديهم لأنهم أعداء الله، فنحن نعادي أعداء الله اليهود والنصارى وغير النصارى، حتى أقاربنا إذا كانوا أعداء لله فنعاديهم. الله جل وعلا ذكر عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الله تعالى في الآية الآباء والذي يقيد أن بغض الكفار إنما هو للحربيين، من أين جاء هذا القيد؟ من عنده. الله جل وعلا أمر بمعاداة الكفار وبغضهم عموما، ولم يستثني أحدا منهم. نعم.